المن من كبائر الذنوب، المن بالشيء عندما يعطي ثم يمن به هذا من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فالمن من كبائر الذنوب، فيحذر الإنسان منه. أعطيتك تذكر لما أعطيتك، يفضحه أمام الناس، يعطيه ثم يفضحه أمام الناس. وإما أن يمن به يقول ردها علي. المن يكون أحيانا بطلب ردها، وأحيانا يكون بالتذكير بها. قال: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. يعطيه وسبه: خذ لا بارك الله فيك، خذ لا هناك الله فيها، خذ بس لا أشوف وجهك مرة ثانية، خذ بس ترك أديتني. يعني ما في داعي، أعطيه وانت ولا لا تعطيه، خاصة وهو محتاج. وإذا كنت تحس أنه كذاب ما هو محتاج لا تعطيه، لكن ما في داعي لهذا الكلام. المن والتجريح والأذى ما في لها أي داعي.